السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بما أنت سائق إسعاف تكلم لنا عن دورك دولة الجرحى ويعد السلطان ألف ألف. والله الجرحى بداية إحنا بس عرف نفسك أنت وين يا تابع بالإسعاف الفوري مدني. نعم أنا مستعجل. إي والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن دورك بالزحمة. والله احنا فرقة بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بقناتكم. احنا طبابة فرقة الموصلية وياك. قناة الموصلية اهلا وسهلا بها شرف بها. احنا طبابة فرقة المدرعة التاسعة طبابة العسكرية. واجبنا كما اشوف خلال الصورة. يجونا مدنيين كل شوية اسعافنا. كل شوية مدنيين. عوائل واطفال. اللي تم من قبل داعش الارهابي. وهي تشوف هاي. هل كانت الجروح متوسطة كبيرة؟ احنا صنفناها حسب الأولوية بها متوسطة وبها بليغة وبها خفيفة وكل من حسب الأولوية. انتم كإسعاف أولي وبعدين تنقذوا للمستشفيات. نعم هاي أولي كم جرحى عند هالجرحى هاي الهمر. The wound on the left, a very few wound. Can I unwrap it now? Yeah. Okay. Out of them, out of them. Out of them. Water. Mine. Bus, good. You want to drive? Bus, good.